مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حصة جديدة. إذن في هذه الحصة سنشتغل على الإملاء والتطبيقات الكتابية. إذن نبدأ بالنشاط الأول لدينا، أتلفظ. إذن القمرية، إذن القمرية طبعا هي اللي كيكون عندها سكون فوق اللام، وال الشمسية كيف ما كنلاحظوا هنايا ما كيكونش عندها سكون فوق اللام. إذا القمرية هي خاصة بالحروف التي عندما تدخل عليها ال فتصبح ال فيها منطوقة. مثلا البنت، بنت، البنت، مجلة، المجلة، إلى غير ذلك. وعندنا هنا واحد المثال، عندنا الولد. لاحظوا هاد الولد عندما ندخل عليها لاما مكسورة كيف تصبح؟ للولد. ونقول في جملة للولد صديق وفي. إذا غنعطيكم أيضا كلمة أخرى فيها القمرية. مثلا غنقولوا الكتاب. إذا لاحظوا معي الكتاب، الكتاب. إذا هاد كلمة الكتاب إذا لدخلنا عليها لام مكسورة، لاحظوا كيف تصبح؟ تصبح للكتاب، هكذا للكتاب. إذا للكتاب، وكلمة الكتاب تصبح مكسورة كترجع عندها كسرة. وممكن نقول في جملة للكتاب فوائد. إذا للكتاب فوائد كثيرة. إذا لاحظنا كلمة الكتاب اللي فيها القمرية أدخلنا عليها لاما مكسورة فأصبحت للكتاب. إذا للكتاب فوائد كثيرة. بحالها بحال هنا عندنا الولد أدخلنا عليها لاما مكسورة فأصبحت للولد. إذا للولد صديق وفي. إذا هذه القمرية. نشوفوا الشمسية. إذا الشمسية عندنا هنا واحد المثال بالطفلة. الطفلة لاحظوا الطاء هي من الحروف الشمسية، وعندما ندخل عليها اللام أو الشمسية فهي فاللام تكون غير ساكنة، ما كنوضعوش السكون فوق اللام، والحرف اللي من مور اللام اللي هو الطاء هنا كيكون عنده الشدة أو التضعيف. وإذا دخلنا عليها لام مكسورة تصبح هكذا، تصبح للطفلة. وهنا عندنا كانت مرفوعة، هنا ضروري كترجع مجرورة بهد الكسرة. إذا للطفلة صديقة وفية. وممكن نعطيكم مثال آخر، مثلا الصديق. لاحظوا الصديق حتى هي عندها ال الشمسية، الصديق. إذا الصديق، إذا هاد كلمة الصديق اللي فيها ال الشمسية إذا دخلنا عليها لام مكسورة فتصبح ماذا؟ تصبح للصديق. إذا لاحظوا تصبح للصديق هكذا، للصديق. وممكن نقول مثلا للصديق الحقيقي صفات حسنة، إلى غير ذلك. إذا غنشوف أمثلة أكثر وندخلوا عليها ال أو لام مكسورة اللي عندنا في النشاط الثاني. أدخل لاما مكسورة على الأسماء الآتية ثم أقرأ. إذا لدينا الأصدقاء. إذا غندخلوا عليها لام مكسورة بحال كيف ما درنا مع للولد وللطفلة. إذا شنو غنقولوا؟ إذا للأصدقاء، للأصدقاء، للأصدقاء. وكما نلاحظ تصبح كلمة الأصدقاء مكسورة. إذا للأصدقاء. ثم هنا لدينا الإخلاص.
إذن سندخل عليها لاما مكسورة هكذا، سنقول للإخلاص. ثم التعاون، لاحظوا في التعاون عندي هنا الشمسية، وغندخل عليها لام مكسورة غنقولوا للتعاون. إذن للتعاون تصبح هكذا. ثم لدينا الصداقة، إذن أيضا عندي هنا الشمسية، إذن غندخل عليها لام مكسورة غنقول للصداقة. إذن للصداقة هكذا. ثم الوقت، إذن الوقت عندي هنا القمرية، ولا دخلنا عليها لام مكسورة غنقول للوقت. هكذا للوقت. ثم الزيارة، أيضا عندي هنا الشمسية، ندخل عليها لام مكسورة غنقول للزيارة. هكذا. إذن للأصدقاء، للإخلاص، للتعاون، للصداقة، للوقت، وللزيارة. نمر الآن للتطبيقات الكتابية. إذا لدينا أحذف الأقواس وأكتب. عندي هنا في مكتبة الأسرة رفوف لي. إذا كلمة الكتب سندخل عليها لاما مكسورة كيف ما شفنا في هذه الأمثلة السابقة. إذا شنو نقول؟ في مكتبة الأسرة رفوف للكتب. هكذا للكتب. وطاولة لي، عندي هنا المطالعة، إذا شنو نقول؟ للمطالعة. هكذا للمطالعة. ثم وحاسوب لي، وعندي هنا البحث، إذا شنو نقول؟ للبحث. للبحث. ونوافذ لي، عندي هنا الضوء، إذا غنقول للضوء. ومروحة لي، وعندي هنا التهوية، إذا أيضا الشمسية، إذا غنقول للتهوية. هكذا. ثم نحذف الكلمات الموضوعة بين قوسين لا داعي لكتابتها. هكذا. النشاط الموالي، أدخل لاما مكسورة على الأسماء الآتية ثم أقرأها. إذا الكلمة الأولى اللي عندي الأصحاب، إذا هنا عندي القمرية، إذا سندخل عليها لاما مكسورة هكذا للأصحاب. إذن للأصحاب. ثم الكلمة الثانية عندي الطريق، الشمسية، إذن غنقول للطريق. إذن للطريق هكذا. ثم عندي الأم، إذن غندخل عليها أو لام مكسورة غنقول للأم. ثم هنا الظبي، إذا غنقول للظبي. ثم عندي هنايا اللاعب، إذا اللاعب غنقول للاعب. الولد سنقول للولد. إذن الكلمات اللي حصلنا عليها للأصحاب، للطريق، للأم، للظبي، للعب،
للولد. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.